مساء الليل أما بعد، ربما الابتعاد قاتل، لكن أفضل من وجود بلا تقدير. حتى محاولاتنا الفاشلة قد تعني لكم القليل، أما نحن فتعني لنا الكثير. يريد الإنسان الهروب عند مواجهة هم لا يستطيع التغلب عليه. أنا أعرف تماما معنى أن تواجه موجة ضخمة بداخلك ولا تجد من تشتكي إليه. اخترت السكوت دائما لأني لا أجيد التبرير. تحطم كل شيء داخلي، أعتصر ولم أطلب أي تفسير. قد يكون راجعا لما مر علي من تغيير. أصبحت أعين الناس وكلامهم لا تعود علي أي تأثير، فكل اهتمامي هو ارتياح ضمير. أصابعي تحترق وعقلي لا يكف عن التفكير والتعبير بدون أن أنسى قلبي الوغد الحقير، فهو أساس كل المهازل والتفكير. هذا الكلام لكل أولئك الرفاق الذين يشتاقون وتتمزق قلوبهم، وقربا إلى أولئك الأنقياء الذين كلما خاب ظنهم بأحد زادوا طيبة، إلا الذين يخافون بملامحهم الحزن، ولو تمكنوا لانتزعوا قلوبهم أو أقاموا عليها حربا. اهربوا من أحزانكم، فهي لم تغير ما كان الانطلاق. فكفاكم سؤالا إليكم، وهل للرماد إحساس بعد الاحتراق؟ الكحول يقتل الكبد، والتبغ يقتل الرئة، والحب يقتل العشاق. كل الرسائل التي لم أجرؤ على إرسالها أصبحت منشورات قد تكون لبعض كلاما لا يطاق. فكل إنسان عظيم كان طفلا باكيا، وكل شجرة عملاقة كانت مجرد غصن. ليس المهم من أنت اليوم، الأهم من تكون غدا. سلام.